أزل ومرحبا بكم في تكملة للحلقة الأولى متاعنا عن الجذر كرف ياك يار ياف. يعني في الجذر اللي فات جبنا معاني كثيرة جدا انتقلت وتغيرت وتبدلت من ناحية بحيث أضيف لها يعني من ناحية الاشتقاق الطبيعي في اللغة الأمازيغية وكذلك من ناحية الزوائد واللواحق والكواسع أظن تسمى اللي هي suffix والprefix اللي هي البدايات اللي تدخل في بداية الكلمة وفي نهايتها في اللغة الأمازيغية. هنا بنتكلم على شكل تاني ما فيش حد تكلم عليه بشكل موسع في اللغة الأمازيغية وهو الاشتقاق بطرق أخرى، وهذا موجود على فكرة في جميع لغات العالم، يبدو واضحا في بعضها أكثر من غيرها ولكنه موجود. طبعا هذا كله يعتمد على اللغة ومقدار تطورها، إذا كان اللغة ما حصلتش مدة كافية باش تتطور فهذا لا يعني فهذا لن يبدو واضحا فيها، ولكن اللغة لما تكون متطورة ولها مدة طويلة في التطور والتغير حتبدأ فيها هذه الأشياء. شوفوا معي كيف هذا الجذر تولد وخلق لنا كل هذه المعاني. خلينا نتوسع شوية ونجيبوا حاجة تحتاج مازال نقاش طويل زي ما قلنا، وهي ونبدأ بحقائق لغوية مهمة. حقائق لغوية أن كرف فيه ثلاثة حروف، الحروف هذه قابلة للتغيير، فهي مثلاً في فمثلاً زي ما قلنا الجذر كاف مثلاً فكرف العفن حرف كاف ممكن يصبح شاء أو ياء زي ما قلنا يشرف ويكرف، ممكن يصبح ياء كذلك فمثل تايرفت وتاكرفت الحصار في الحصار العسكر أو الجيش إلى آخره، ممكن تصبح لام الراء هذه كم تعكرف الحرف الثاني ممكن يصبح لام، وممكن الفاء اللي هي في نفس الكلمة ممكن تصبح باء أو واو. وهذه القلب في الحروف حقيقة علمية ما فيهاش أي مراء أو جدال، وهذه موجودة في جميع اللغات في العالم وفي التنوعات الأمازيغية موجودة كذلك. طيب الحقيقة الثانية أعلم، يعني زي ما قلنا ما بتكلمش عليها هل بناس بإسهاب، وهي الاحتمالات انقلاب هذا الجذر إلى عدة أشكال. فممكن أن كرف هذا ممكن يصبح كفر، ممكن يصبح فكر، ممكن يصبح فرك، ممكن يصبح كرف، وممكن يصبح فرفك، وممكن ما يزيد الأمر تعقيد أن هذه الكلمات كلها بالتقلبات هذه ممكن أن يتغير فيها حرف فتتغير بهذا التغير. وهذا زي ما قلنا موجود في جميع لغات العالم. نعطيكم مثال من جبل نفوس، احنا نقول أوش وإفك، صدق أو لا تصدق، ولو ما تعرفش في اللسانيات أي شيء تقول إن أوش وإف كلمات ما لهاش علاقة ببعضها أبدا. في الحقيقة كلاهما من جذر واحد، وهذا حيجي فيه الشرح لما نتكلموا عليه أسماء المعاني وإلى آخره. ولكن خلونا في كرف فنعطيكم بعض الأسئلة الأمثلة بهي وانتوا استنجوا، أنا مش حنقولكم إن هذا الكلام واقعي وهذا موجود في اللغة. طيب أقرب تقليب لهذه الكلمة نشوفوه الآن، نقولوا تاركفت ولا تيركفت وإلى آخره. تيركفت وتاركفت تقال كذلك تيرشفت، ويقال كذلك تارفكت. شوفوا الفاء يجي قبل الكاف والكاف تجي بعد الفاء. طيب أهني لو نقولوا تيركفت اللي هي الجمال واحد مربوط ومقيد بالتاني، هذه الحالة لو كانت مخصصة بالجمال لقلنا ربما يعني تشابه إلى آخره. فمثلا نقولوا إزواغن السلسلة من البغال أو الحمير أو الحصنة زي ما يقولوا سامحوني، مربوط واحد بالتاني، الخيل مربوط واحد بالتاني تسمى كذلك تارفكت. طيب هذا المعنى الأول، أنتوا استنجوا هل هذا له علاقة بالربط أم لا، غير صار فيه تقلب في الحروف. طيب نعطيكم كلمة ثانية، السبتة اللي يلبسوا فيها في الحزام مش فيها طرف حديدة في نهايتها وفيها ذاك المشبك اللي يسمى بالعربية الإبزيم. الإبزيم هذاك تعرف شين يقولوا له بالأمازيغية؟ يقولوا له إفكر. هيقولوا لي ما فيش ربط بين الاثنين اللي هو العقد هذاك الإبزيم اللي هو يعتبر تطور في صناعته، مش من البداية بدأ، أكيد أخذ مدة طويلة حتى صنع، وهذا في ظهوره في مراحل لاحقة أعطي له هذا الاسم إفكر. ها الإفكر هذا فاكارة اللي هي نفسها كفر فكر كرف الجذر هذا كيف تقلب اللي هو وظيفته شين هي الشد مرة أخرى والربط والعقد. فقالوا لي إن هذه مصادفة فقط. طيب نجيب لكم أمثلة أخرى، فيه مرض يسمى تيفوكلت
يسبب القعاد، يسمى مرض القعاد يسمى، ويؤدي إلى القعود طبعا. نقول الخطف، الغنيمة، أكلف، الخطف، كفل، أكفيل، نوع من أركس نقول له النعل في جبل نفوسة. أكفيل هذا كله سيور، نوع من النعال، كله سيول وخيوط. نقوله عرفت التخاطر لما تربط بين الأشياء في ذهنك، تخطر لك عليه، تخطر لك حاجة بمجرد أنك فكرت في حاجة ثانية، يسمى إفرك الربط، اللي يسمى بالإنجليزية أظن تلبثي. طيب الإغلاق بإحكام يقال كفر، يقال للسياج أفري، الحاجز حول الحديقة وغيرها، يقال كذلك الحاجز حول الماء تافراوت، اسم مدينة في المغرب، مع أنها الآن أصبحت تافراوت تطلق على الميزاب اللي هو أسفير عندنا في جبل نفوسة. طبعا في كلمات أخرى، في كلمات أخرى من غير الكاف والفاء والراء قلبت بعض الحروف فيها، مثلا نقولوا أفوشال، إفوشالا اللي هو الشخص بمرض أو أصيب بعطب شديد. أفيلش اللي يقولوا له عندنا احنا في جبل نفوسة، فالشو اللي هو العرناس في المغزل اللي هو ربط الصوف بين قضيبين. في يعني هذه المعاني كلها، هل تحاولوا تقنعون ان هي مثل من نفس الجذر، ارتباطها ببعضها؟ أهني ما نبيش نجزم بأي هذا، لكن هذا موضوع يحتاج إلى بحث دقيق في جذور اللغة الأمازيغية وكيف قضية القلب هذه في الجذور. وهذه صادفتني من سنوات وأنا نبحث عن جذور اللغة الأمازيغية، وصادفتني أشياء كثيرة جدا في اللغة الأمازيغية اللي يصير فيها القلب هذا، مش القلب من ناحية التشويه للكلمة، بل القلب لتعني معاني أخرى. وهذا يحتاج إلى رسالة ربما دكتوراه ولا أكثر من رسالة دكتوراه للبحث فيه في اللغة الأمازيغية، قضية القلب في اللغة. إذن زي ما ذكرنا قبل شوية، عندنا معاني كثيرة جدا، من الحزام اللي وقت على أخير هذه الإبزيم، إلى القافلة، إلى السياج، إلى السياج حول الماء، إلى الميزاب، إلى الشخص المصاب بمرض عضال، إلى العرناس في اللغة العربية اللي في المغزل هذا، إلى أشياء كثيرة جدا جاءت من هذا الجدل. تنميرتنون، ونلتقوا إلى حلقة أخرى، هذه هي مجرد تكملة للحلقة اللي كانت قبلها على أفكر. إذا كان ما لحقتش للحلقة هذه، أرضحك أنك ترجع وتشوف الحلقة اللي قبلها على الجذر اللي هو كرف، ياك يار ياف. تنميرتنون، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.